السلام عليكم متتبعين قناة خالد أريب، مرحبا بالإخوان، مرحبا بالناس الجدد ومرحبا بالناس القدامى ديالنا. الإخوان، احنا كنعرفوا بأن هذه القناة كتهضر على كل شيء، ولكن عندنا النقطة الأولى هو العقار. صيفتنا وكلاء عقاريين دائما تنديروا البحث ديالنا في العقار، واليوم بغيت نهضر على واحد العمل اللي قاموا به بعض الطلبة، جزاهم الله خير. هضروا على واحد الموضوع اللي قليل اللي كيعرفوا وقليل اللي كيفهم فيه، لهذا بغيت الإخوان يستافدوا منه وياخذوه مرجع ونوضوا حتى هما يتعمقوا فيه، لأنه مهم جدا هذا الموضوع. هاد الطلبة بشراكة مع جامعة محمد الخامس السويسي وكذلك الجامعة القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي، كذلك طلبة هم حسن الزباعي، عبد المغيث الخويلي، خليل حفيظي، سكينة بن بلال، كريمة مزيان، يوسف بن الشيخ. هذا وحدة التكوين والبحث قانون العقار والتعمير، عرض في مادة القانون العقاري تحت عنوان الأمن العراقي العقاري. هذا الموضوع ديال الامن العقاري الاخوان قل كما كنقولوا نادرا اللي كيعرفوه الناس، لان سول شحال من واحد، لهذا بغيت ندير عليه انا هذا الفيديو هذا. وكنشكر هاد الطلبه هادو اللي، وكنشكر كذلك الجامعات اللي كيحطوا بحال هاد لي بي دي اف على الانترنت باش الاخوان يطلعوا عليهم. حنا الدور ديالنا هو نقربوا المعلومة للإخوان، حنا ما كنحتكروش العمل ديال الإخوان وما كنديروش راسنا، ولكن كنوصلوا المعلومة، هذا هو الدور ديالنا. لهذا غادي نهضروا على الأمن العقاري حسب البحث ديال الإخوان اللي كنقولوا الطلبة الله يجازيهم بخير. المقدمة: العقار بصفة عامة له من الأهمية بما كان في الرفع من مستوى التنمية وجعل أرضية الدولة أرضية خصبة لاستقطاب الاستثمار الداخلي والخارجي الذي يعتبر هدف الدولة الأسمى، لما له من آثار إيجابية اقتصاديا واجتماعيا وفلاحيا وسياسيا وخدمات على حد السواء. لكن لا يمكن تحقيق كل هذه الأهداف المرجوة إلا بوضع منظومة عقارية تسعى إلى تثمين العقار وتحسين الملكية العقارية والرفع من قيمتها الاقتصادية والانتمائية، وذلك بتعزيز وتقوية مراسات الأمن العقاري. لذلك كانت من أهم التوصيات التي جاءت بها المناظرة الوطنية حول السياسة العقارية ودورها في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2015، بعد دراسة وضعية العقار بالمغرب ومعرفة مكامن الضعف من الترسانة العقارية والإكراهات التي تواجهها، هي ضرورة تعزيز الأمن العقاري لكي يكون هنالك مبدأ الثقة في التعاملات العقارية. الأمن العقاري من المفاهيم التي أصبحت تروج بكثرة في السنوات الأخيرة بين القوانين، هو مفهوم لسبق بمفهوم العدالة العقارية والعدالة القضائية والعدالة الاجتماعية والاقتصادية، فكل عدالة تؤدي إلى الأخرى وتكملها من أجل أن يمكنها الحديث عن الدولة الحق والقانون. فالأمن القانوني
يتفرع إلى تفريعات حسب فروع القانون نفسه. ومن ضمن هذه التفريعات نجد القانون العقاري، وبالتالي يمكننا القول بالأمن العقاري، وهو الذي يعني بالفهم البسيط اطمئنان المالك وركونه إلى ما يثبت به ملكية عقاره وإقامة الحجة على العقار الذي يمتلكه من خلال ثقته في القوانين المنظمة لهذا العقار، وكذلك ثقته في القضاء الذي يبذل ما بوسعه لتحقيق العدالة العقارية. وتكمن أهمية الموضوع من الناحية النظرية في مدى اصطلاحية المشروع المشرع العقاري لوضع منظومة عقارية شمولية وفعالة لتحقيق الأمن العقاري الذي يعتبر المبتغى الأساسي من وضع القوانين العقارية. أما من الناحية التطبيقية، هو ما إذا استطاع القضاء من خلال الواقع العملي المعروض عليه من وضع أسس صحيحة وموازية لمبادئ الأمن العقاري، إذ يعتبر العمل القضائي اللبنة الأساسية لمعرفة مدى صلاحية وفعالية القوانين العقارية. ولذلك يمكن طرح بهذه الإشكالية القانونية في هذا الصدد، والتي تعتبر إشكالات محورية لهذا الموضوع، وهي: ما مدى فعاليات القوانين العقارية في تعزيز وتحقيق الأمن العقاري؟ وهل هي قائمة على أساس استطلاعي من المشرع لواقع العقار بالمغرب؟ وأيضا ما مدى موازاة دور القضاء في تحقيق الأمن العقاري، وأين تتجلى أسسه؟ وللإجابة على هذه الإشكالات يمكن الاعتماد على التصميم التالي: المبحث الأول، دور القانون في توفير الأمن العقاري. المبحث الثاني، دور القضاء في تحقيق الأمن العقاري. شكرا لكم الإخوان، وإلى فيديو آخر ليكون فيه تابع ديال هذا الفيديو هذا، ونتمنى لكم فرصة الصحة والسلامة. نحاولوا نبداو نديروا فيديوهات قصار باش الإخوان يستافدوا منهم. شكرا لكم، دائما معكم خالد هريم، وما تنسوش الإعجاب وانضمام لنا لهذه القناة، والسلام عليكم.